المحامي والناشط الحقوقي شريف الجبالي يقول إنه كان على يقين بأنه سيتعرض للتصفية الجسدية منذ عدة سنوات، خاصة بعد تصريحاته بشأن تورط بعض الأسماء النافذة بالبلاد في جرائم قتل وفساد، لكنه لم يكن يتوقع الطريقة التي تم استخدامها للتخلص منه بالتسميم حسب قوله. تعرضت يعني محاولات يعني اغتيال ومحاولة تحويل وجه. أنا في 2011 تجبد علي سلاح في راس تابيا، وكان موضوع قضية. أنا كنت متوقع الشيء ده، وكنت متوقع يعني أنه مانيش نوصل أصلا 2017 حقيقة أقولها. وعندي تسجيل، أنا اليوم عودت يعني وزعته، قلت فيه سبق وأنا قلت يعني يكفي 51 سنة، البنات كبروا يعني مستعد للموت. أما كنت أتوقع أن الموت برصاصة، الموت وأنا واقف، مش بالطريقة هذه. أنا أعتبر أن الطريقة هذه عملية جبانة قذرة. يعاني شريف الجبالي من عدة مضاعفات صحية أشبه ما تكون بخليط من السموم والأورام والبقع والطفح الجلدي، وذلك حسب الكشف الطبي. المرض يعني يأتي في الأعراض الأولية، المؤشرات الصغيرة كانت انتفاخ في المعدة وكذا في من فيبري، أفريد بدات الأوجاع، تعديت برشا طب، كل واحد يعطي التشخيص متاعه. عمليا أنا في جويليا جاء طبيب من الخارج وعين وقال لي عندك تسمم. كنت نعرف، لكن باعتباره أني عرفت لي عندي تسمم ما كانش ممكن يعني باش أنا نصرح بالكلام هذا في الوقت هذاك. كان الهم الوحيد متاعي وأني نسعى نتعالج، لأنه هالمنظومة اللي سممتني لو كانت تسمع لي أنا فقت بلي أنا متسمم أكيد مش باش تخليني نكمل نتعالج. وحقيقة هذا اللي صار من بعد. عمليات التشخيص كشفت عما تحدث عنه، لا سيما بعد تعرض زوجته للاعتداء بالعنف. تعديت يعني بثلاث مراحل، يعني زوز عمليات غسيل للمعدة، ثم كان يعني جبنا هالدواء ذا ودخلت المصحة وبدأت عملية يعني رتق المعدة، الثقوبة ذيك الكل لازم رتقها، وشفت يعني كل ما كل السموم ذيك أو التسربات اللي كانت خارج المعدة الكل تم شفتها في المصحة. لكن مع الأسف يعني رغم الاحتياطات اللي خذيناها مع الطب ومع المصحة كل باش ما يعرف حتى حد في المصحة أنا كنت راقد، في اليوم الثالث مع الأسف يعني عرفوا، يبدو أنه معلومة تسربت. والموضوع ده ما نحبش نقول معلومة منين تسربت لأنه كارثة بأتم معنى الكلمة. وهذا هو في الحقيقة الجانب المظلم والمؤلم في قضيتي أنا، مش المرض. أنا هذا نعتبره ابتلاء وعادي كنت متوقعه، بس كل يعني مش تعرفش عليه وقتاش تموت وقتاش وبين أسباب. المؤلم أنه اللي يخونوك ديما هما أصدقائك والمقربين ليك والناس تعتبرهم أنت يعني سندك، المفروض هما اللي يوقفوا الأولانيين. يعني المعلومة خرجت يعني من ناس المفروض هما اللي كانوا يتكفلوا بعلاجي وناس مقربين. يعني زوجتي اتصلت بهم في آخر نهار، أعطتهم وثيقة تثبت لي أنا راقد في الكلينيك هذاك. اللي تفاجأنا به وأنا مرتي في ليلتها، يعني في اليوم الثالث اللي أنا موجود فيه في الكلينيك، يعني يقع الاعتداء عليها زوجتي. راهو ما قلتوش انا، وقع الاعتداء عليها وهي في سيارتها وهي تجري بالسياره. يعني هي فرضيه وانه ضربت بحجره الطب بيدها اللي عاينوا الحاله نتاعها، يعني لان داها اكشت يعني كومبليتمون، يعني تجمدت اليد نتاعها ووقع فيها انتفاخ لمده 3 ايام. الطبيبه بيدها هبلت، تقول لها باش ضربوك مرتي، تقول لها انت جاوبني، لانه ما ثماش اثار نتاع ضرب اصلا. يعني كان ضربت بحجرة باش نلقاو هي ضربت في الجانب هذا، وكانت لابس بالأسود، كانت لابسة بالأسود، يعني كانت تخلي مثلا آثار تاع التراب، تخلي زرقية، تقطع الحوايج، هذا كله ما ثماش. يعني المكان اللي ضربت فيه اللي هو هذا ما كان فيه حتى أثر، الآثار هي من الرقبة لهنا حتى اليد. أنا كنت نضحك لأني عارف زوجتي باش ضربت، وباش نقول لكم باش تتصدموا، ضربت مرتي زوجتي ضربت برصاص مطاطي، لانه يعني هي في سيارتها وتجري وما قرب لها حتى حد، لكن هي ما نعرفوش اش هما قاصدين باش يضربوها في كتفها ولا باش يضربوها في راسها ولا في رقبتها. لانه لو كان جات الضربه في راسها ولا في رقبتها كانت لا قدر الله تكون النتائج وخيمه جدا، سيما وانها هي في سياره باش تفقد الوعي والسياره ما تعرفش فين تمشي وقتها. ويأتي ذلك فيما رفض عدد من الأطباء ومراكز العلاج والمصحات بتونس استقباله، وذلك خوفا على أنفسهم أو خوفا عليه حسب تعبيره. انا ما عنديش طبيب يعالج فيا، يعني الحديث عن وقت اضطريت باش نحكي على اللي انا متعرض للسم، يبدو وانه ما عادش
طب ما عادش عندي اطباء يعني، مثلا ما اقولش تخلى بالاطباء، لكن ما وقع في المصح يعني اضطرار يعني الله غالب يعني، ما عادش انا يقول ربي يقول لا يحمل نفسا الا وسعها يعني، حتى الاطباء تم اطباء ربطوا يعني يعالجوني، حتى يخاف، ولان ثم شكون يخاف على نفسه، لكن ثم شكون يخاف علي انا، انا ثم شكون ما حبش يداويني قال يخاف عليك انت يعني، ما نجمش يحطني في مصحته لانه يعني يخاف اخي ما مش قادر باش يحميني. يوجه شريف الجبالي تهما مباشرة لجهة يقول إنها المسؤولة عن تسميمه، مشيرا إلى أنها قامت بتسميم آخرين وفق تعبيره. انا اتهم كمال الطائف ومنظومته يعني بشكل مباشر، شكون العدو بتاعي وشكون اللي استعمل السموم قبل، ان انا وصلت صرحت يعني في مره في الزيتون قلت يعني انا نتحدى ومستعد نفتح الملف بتاع شو اسمه بتاع عبد الفتاح عمر، انا قلتها في الزيتون وقلت عبد الفتاح عمر مات مسموم، واتهمت كمال الطائف بتسميمه وعندي ما يفيد اتصالاته معاه وشني الاشكال اللي وقع معاه وقتاش حبس التليفونات، والراجل اتسمم فوزي بن مرات، قلت متسمم ونتحدى اي انسان يفتح ملفه، وعندي برشا اطلاع على ملفات تحت تسمم أخرى، رئيس اتحاد عمال تونس تسمم لكن تم إنقاذه في سويسرا وتعالج، كمال الطايف بتباعه هو اللي عنده مصلحة، وثاني اللي هو اللي أنا اتهمته سابقا بتسميم عبد الفتاح عمر، هو الوحيد اللي عنده الشبكة عنده المهم كله باش يوفر الأنواع هذه بتاع السموم، يعني مش نابورت كي قادر بيجيب الشيء ده، هو مرتبط بالصهيونية العالمية، مرتبط بالماسونية، مرتبط بمخابرات دول، هذا عمل بتاع مخابرات، هذا كوكتيل أنا عمري ما شفته في حياتي. أجبالي يدعو النيابة العمومية إلى الإسراع في فتح تحقيق فيما وصفها بجريمة تسميمه للإدلاء بما لديه من معلومات في الغرض. أنا اللي يهمني هو موقف الهيئة الوطنية للمحامين اللي أنا كتبت قلت موقف مخزي بيتم عليك يعني، رفض العلاج نهائياً في حالة كما الحالة متاعي أنا بدعوى وأنه المرض متاعي ما يدخلش في قائمة الأمراض الثقيلة ومش عارف شنو، أخي أنت اطلعت على مرضي أنا في الآخر تلزيت نقول لهم راهي متسمم، تلزيت نطلب منهم قلت لهم أبعثوا طبيبكم، جات طبيب الصندوق وعاين الحالة، لكن نتفاجأ من بعده أنه في التقرير الخلاصة متاعه بعد الاطلاع على الأورام والاطلاع على التقارير الطبية حساسية، ما همش نتكفلوا لك، لا يا سيدي أنا ما حاجش بالتكفل، ما حاجش بفلوسكم، وحتى ولو أدى الأمر للموت حاسب الحقيقة. حقيقة وأنه ثم بعد الثورة ظهر اسم التسمم، تسميم فعلي فعل، ثم ناس ماتت وثم ناس وقع تسميمها ولكن أنقذت أنفسها، وأنا متأكد وهذا أهم شيء باش نقوله توا، وأنه ثم ناس عايشين ما بيناتنا توا متسممين ويعانيوا لكن ما يعرفوش، وأنهم هما واقعين تحت فعل سم. وانا نحذر من خلال هذا المنبر للجميع اللي عنده اعراض تبدو غريبه والا الطب ما نجموش يتفاعلوا معاها يمشي يشوف مختصين في التسمم، ما نتصورش ان واحد يعني بعقله يعني يشوف الحاله بتاع شريف الجبالي ويتجرأ يقول يعني هذا مرض عادي ولا يبرأ، لنفترض انه مرض عادي، انسان مريض ما تنجمش تحل فمك يعني حتى يعني مش تربع كلمه وتقول ان الانسان ده يكتب حتى احتراما للسني، يجيبوا فروخ يعني بيتم على الكلمة سمحوني في الكلمة يدوروا من حلقة لحلقة شريف يكذب ويبالغ، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. بعض النيابة العمومية في تونس علمتهم ولو شفويين عندي مدة، لكن الشفويين ما يكفيش، ولو أن القانون ينجي يقول وأنه يسمح وأنه يعني النيابة العمومية تنجم تتلقى شكاوي شفويين، لكن توا أنا حتى كلفت شكون قلت له باش يقدم شكاوي من عشرة من الفئة من الزملاء، لكن راهو امام الحاله هذه انا نطلب من النيابه العموميه تتحرك، لان القانون يقول ان النيابه العموميه تتحرك من تلقاء نفسها، دار يعرفها، هذا النداء نوجه للنيابه العموميه باش تتصل بيا باش تعاين باش تقرا ملف طبي وتفتح بحث في التسميم وتوقع ان نفيدهم يعني، انا هاني نوجه لها الدعوه نقول متسمم انا هاني في داري ينجموا يفتحوا بحث ويتعاهدوا من تلقاء انفسهم وانا على ذمتهم، الملف الطبي هو موجود ويفتحوا بحث متاعهم. لا يعرف إلى الآن إن كان المحامي والناشط الحقوقي شريف الجبالي بأنه سيمتثل للعلاج بالخارج لإنقاذه من السموم أم ستحول الإمكانيات المادية واللوجستية دون ذلك.